باسم بن عمارة وخليفة بن سالم. بالدنيا وما فيها. صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. سيدي خليفة مرحبا بك. وبيك أكثر يا والله. شنو اليوم فركسوا على حويجة جديدة في لغتنا في لهجتنا الدارجة؟ رشفة ماء. تعمل رشفة دبي والله دبو زمان اشتر هذه تعدي بها فعلا. ان شاء الله ربي يرزقنا. ربي يرحمنا ويا ربي يرزقنا. الماء مشكل حقيقي في تونس، يعني مشكل حقيقي حقيقي، وان شاء الله ما نوصلوش مرحله نتاع ما نلقاوش الماء. نحب نسالك سؤال، ما في بالناش بهذا؟ تفاجئنا زعما في بالنا. لا لا ما نقولوش هذا في بالنا، وفي بالنا مسنين طويله راهو. هذه الناس كلها والتقديرات العلميه والخبراء والمختصين والاستراتيجيين واللي يعملوا في الدراسات على مستوى منطقه شمال افريقيا، هناك اقرار كونها منطقه داخله على العطش، منطقه داخله على النضوب في مستوى امكانيه المائيه الجوفيه وفي التغيرات المناخيه، ستؤدي الى معناها التغيرات هذه الى مراحل وسنين من الجفاف. سنين رب تمت محاولات، مشاو في خطط نتاع السدود كثفوا منها لتجميع المياه حتى بشويه بشويه كلي بتتلاك وغيرها وكذا، مشاو في ترشيد استعمال المياه الجوفيه، جات نظريه تحليه المياه، ولكن لحد الان الحقيقه ما دخلناش مرحله الامان. امام عدم نزول الامطار لحد الان انا نقول بالحق خايفين كيفاش نعدي الشتاء. رجل كبير علق تعليق نحب ننقله له. ايوه قال لك باب العرش كان محلول وقت يمات الثوره التونسيه، لانه من شعاراتها خبز وماء وبن عليله، فاستجاب. اي باب العرش يمكن فاستجاب. خاطر باب العرش قلت لك باب جهنم تحلوا عالم في بين الناس. لا خبز لا ماء. الماء مشكل، خاطر الماء هو الضامن للخبز. احنا ما نزرعوا في الحبوب اذا كان الماء مش موجود، معناه وهو انت شفت ماذا السنه الماضيه 2.7 تقريبا الانتاج نتاع الموسم الفاتش اللي هو في حدود، يقول الخبراء يعني والمختصين في حدود باش يامن انه نعاود نزرعوا الزرع. دائما نعود الى الماء. لذلك علاش حاولنا باش ناخذ قراءات الكل، ناخذ واقعنا وايضا ناخذ نظره استشرافيه، شزمنا نعملوا كيف نتعامل مع التغيرات المناخيه وقله وشح المياه. استضفنا رجل كان فاعل في هذه العمليه ومن المختصين، وزير اسبق للفلاحه الاستاذ سعد الصديق، ضيف الدنيا وما فيها. ضيف الدنيا وما فيها. سي سعد صديق صباح الورد وشكرا لكم على تلبية الدعوة. صباح النور ومرحبا بك ومستمعي جوهرة فم. كالعادة في الجنوب التونسي حضرتك. الجنوب التونسي في مدنين. مرحبا بك ومنورنا سيدي العزيز. بك أكثر، مرحبا بك وبالمستمعين. سي خليفة معك. شكرا. ربي بفضلك. أنا سيد وزير للفلاحة الأسبق، أنا نذكر جيدا تقريبا ثلاثة لقاءات كبرى وتحدثنا في هذا الموضوع، وكنت كنت حضرتك حامل لمقاربة ولبرنامج عمل كونه باش نمنع البلاد من هذا الشح متاع المياه وهذا العطش اللي على أبوابنا، وحطيتوا خطة وقت على مستوى 2030 و 2050، لكن نتفاجأ زعما أو مناشي حاضرين ولا ما خدمناش في الخطة هذه. شنو اللي صار بالضبط؟ أعطيني وقعنا الآن، احنا وين بالضبط ولماذا لم ننجح في تطبيق اللي بدينا نخدم عليه سنوات؟ ونقول حضرتك يظل اللي كنت وزير الفلاحة في 2016، أنت حكومة الحبيب السيد هكا ولا لا؟ أي بالضبط 2015-2016 وقعنا، ولماذا لم نوفق في تطبيق الخطة إنشاءنا اللي بدأت الخدمة عليها حتى من قبل سي سعد الصديق؟ شكرا بارك الله فيك على الاستضافة، ويعني طرق موضوع مهم مهم جدا كما ذكرت سيادتك، اللي هو موضوع الماء، وخاصة نتحدث على مياه الشرب بالدرجة الأولى ثم مياه الفلاحية ومياه الزراعية بالدرجة الثانية. أولا احنا كما تعرف احنا كتونس مصنفة ضمن المناطق الفقيرة مائيا. لماذا نحطه في بالنا؟ نقولوا منطقة فقيرة مائيا، يعني التسريع بكل الإجراءات الممكنة لتخفيف على الأقل مش نحو 100% لكن التخفيف من وطأة
التغيرات المناخية ونقص الماء بسرعة عام. نعم. الضاف للموضوع هذا هي التغيرات المناخية اللي ما كانتش مبسوطة مثلا 20 عام التالي ما كانتش وقلي بدأت تونس في الخطة السدود الخطة يعني لإنجاز السدود المرحلة الأولى والمرحلة الثانية واللي هي الواقع قدمت بالجدا ما كانتش موضوع التغيرات المناخية في البال. الوقت الحاضر التغيرات المناخية أصبحت واقع وهذا نشوفه حامين وثلاثة على بعضهم جفاف من خلال يعني الخطط الاستشرافيه نتاع 2030 ودراسه 2050 اللي هي تو دراسه 2050 في المرحله الاخيره نتاعها. ايش ناخذ بعين الاعتبار هذا قبل ما نمشيو للغادي قبل ما نمشيو للغادي استاذ سعد الصديق وقعنا لين ايش عندنا تو 100 وش نجموا يشدونا يا سيدي الوقت الحاضر الوقت الحاضر اليوم في الايام السدود نتاعنا نسبه الامتلاء نتاعها ما تتعداش 25.5%. هذا مو الشمال ولا المجموع انت مشيت المجموع مش شمال بالنسبه لسدود الشمال نسبه الامتلاء 29.9%. باه كي ناخذوا منهم اهم سدود كبار في الشمال اللي هم سد سيدي البراق وسد سيدي سالم كيف كيف نسبه الامتلاء ضعيفه سيدي سالم 29.9% وسيدي البراق 27%. يقول القائل يعني لهنا نعم يقول القائل والمواطن العادي هذوما ما يكفيوش مياه شرب فقط بالضبط وانا تو الاتجاه 100% نحو تامين على الاقل مياه الشرب الى فتره معينه ان شاء الله تصب الامطار من هنا حتى ديسمبر او جانفي المقبل لكن الواجب علينا وانا نقتصد اكثر ما يمكن من في الماء وخاصه مياه الشرب لتامين حاجيات المواطن التونسي على الاقل في الشمال. الحاجة الأخرى في الجانب هذا وقعنا ونذكرتها توا منذ عامين وثلاثة وأن عندنا مشاريع جارية التسريع في المشاريع هذه وأخص بالذكر محطة التحلية نتاع الزراد بربي سي سعد صديق حضرتك تعرف الدوسي هذا جاء قدامك وقت اللي كنت وزير أسبق وزير سابق للفلاحة هكا ولا لا علاش ما قدمتش؟ ما نعرفش هو تو بالنسبه للانطلاق الاشغال تمت في يعني في 2018 نتاع الزراعه اللي هي وخرت شويه الواقع 2000 شو اسمه محطه صفاقس اللي هي محطه كبرى وقع تاخير في انطلاقها لعده اسباب وقتها انا يعني الحكومه اللي بعدي مش عارف شنو اللي تعطل بالضبط لكن انطلقت لكن ما زالت مؤخره شويه مؤخره يعني على الاقل عام ونص عامين لكن اللي بين يدينا الوقت الحاضر فما زوز مشاريع كبرى تتضافر كل الجهود للتسريع باستكمالها اللي هي الزراعه تتطلب شهرين خدمه او شهر ونص واللي هي سوسه محطه سوسه كذلك تتطلب يعني زمن قصير في الاشغال وخاصه اذا كان ما حد سوسه انطلقت معك انت كوزير فلاحه ولا لا انت صادق في عماره انطلقت بعدي انطلقت بعدي انا بعام بعام به انا اقول استاذ سعد صديق وزير الفلاحه الاسبق في 2017 لليوم 6 سنين بالضبط صارت ما هذا شنو هذا شنو مانيش شنو السبب وقت اللي احنا في حالة توا شبه عطش إن لما قل عطش علاش هذا سي سعد أنت تصور لعدة أسباب متعلقة بالمقاولة ومن يعني بالمتابعة خاصة بالمقاولة أو الشركة المجموعة الشركات اللي تنجز فيها صار ربما صارت لهم مفاجآت حتى في الإنجاز ما كانوش يتصوروا أنا بالصعوبة هذيك خاصة إذا كان مدخل جديد في المجال هذا خاطر الخدمة في المحطات التحليه ماهيش سهله يعني خاصه الخدمه اللي يعني الاشغال المدنيه يعني سيفيل يعني وبقيه يعني التجهيزات الاخرى مش بسيطه نتفكر انا وقت منا محطه جربه صار فيها تاخير شويه في حدود يمكن 8 شهور او 9 شهور لكن كانت بصعوبه والحمد لله او محطه جربه تشتغل وما عندناش حتى اشكال محطه الزراعه ان شاء الله على ابواب تحضر والاسرع خاصه في محطه سوسه علاش نذكر في محطه سوسه لان تعرف سوسه والساحل ياخذ جزء من المياه من سد نبهانه وسد نبهانه الوقت الحاضر نسبه الامتلاء نتاعو 4% وياخذ جزء اخر من الشمال وهيك كنت تسمع في مياه الشمال خاصه سيدي البراق وسيدي سالم وغيرهم يعني نسب ضعيفه جدا لو ان سوسه تحضر على الاقل فما جزء كبير من الحاجيات على الاقل كان مش كلها
نتاع سوسه والساحل والمناطق هذيك الكل تاخذ حاجياتها من محطه سوسه. اذا الحل الوقت الحاضر الوضع يتطلب حزم كبير فيما يخص واسراع في استكمال المشاريع الجاريه اولا، وثانيا الاقتصاد اكثر ما يمكن في الماء، وخاصه الابتعاد عن التبذير والاستغلال الغير يعني مجدي. أستاذ سعد صديق، قبل ما نمشي لخليفة بن سالم نحب نسأل سؤال، جاوبني حضرتك لأنك كنت في الماكينة إنشانة السياسية وزير تحملت هذه المسؤولية. البعض من التوانسة ولا الناس تقول لك تلهات الطبقة متاعنا السياسية في العرك السياسي والبحث على الكرسي ونسات المواضيع الحياتية للمواطن المناضل التونسي، هل هذا صحيح؟ أثر هذا على مشاريعنا الكبرى؟ لا ما نصورش، لان تو المشاريع هي هم فنيين هم مهندسين هم يعني مشاريعهم اللي هي مشاريعهم، لكن السياسه لما حالة لا يبين بها ما لها السياسه، اما كمشاريع الواقع ما هيش ملش للدرجه اللي كما ذكرت يعني يقوموا بواجبهم على مستوى انجاز المشاريع من خلال المتابعه من خلال الدراسه من خلال يعني الاسراع، لكن زاد ربما ساعات في مخصص التمويلات او غيرها تتاخر شويه. الاراده السياسيه كانت ضعيفه شويه؟ والله ما نجمش نجاوبك، انا اخبركم انا مانيش سياسي، ولكن الخطه كخطه حضرتك انا اسالك سؤال اوترومون، ريتش رئيس الجمهوريه تحول الى محطه من المحطات اللي تاخرت فيها الاشغال وحرص انه باش نقوموا بالاشغال بسرعه الكبيره من 2016 الى الان مثلا؟ نمشي لخليفة مسلم. أستاذ مسألة تحلية المياه تاع البحر، أيوة. أنه أولا يقال أنه تكلفة كبيرة ياسر، خاصة في غياب الطاقة الشمسية، يعني في النهاية ماهوش حل جذري. اثنين الكاباسيتي يعني ما يعطيه من ماء ماهوش حاجة كبيرة زادة يقال. ثلاثة باش ينعكس على التكلفة باش يولي باهظ الثمن، ما لقيناش فكرة أخرى عدا هكذا خيار. مثلا المياه الجوفية على مستوى الصحراء علاش ما فكروش فيها؟ مشكلة متاع فلوس، ما عملناش شركات مثلا مع الأوروبيين أو مع اللي بي سكوندينافو ولا غيرها اللي يدخلوا في الشركات هذه في إطار الحفاظ على الإيكولوجيا على الطبيعة على غيرها، يدخلوا في بعض المشاريع هذه باعتبار أنه توفير المياه يحافظ على المخزون متاع الغابي متاع متاع متاع. شو التخليفة فيما يخص التحلية، أنا نعتبره أن موضوع التحلية هو خيار استراتيجي بالرغم لغلاء الكلفة، لأن مع العطش ومع مياه الشرب ما نحسبوش يعني مهما كان الكلفة المواطن لازم يشرب. في خصوص مياه الصحراء أو غيرها، أولا هي موائد يعني أحفورية فوسيل، وأولا والنوعية متاعها تتطلب تحلية هذا كيف تتطلب يعني تخفيف منها الكلفة. صحيح، لكن شنو هي الحكاية توا؟ احنا الصحراء اللي بيه البترول عندها، الغاز، المالح حلو، الجزائر كذلك، كان تونس لا فيها بترول، اللوطه لا فيها ماء حلو ولا فيها. شوف سي خليفة، بالنسبة للمائدة الموجودة والمشتركة ما بين تونس وليبيا والجزائر، نفس الملوحة نتاعها في حدود 3 جرامات، استهلاكها مباشرة يتطلب تحلية، يعني يتطلب تحسين النوعية. هي نفس المائدة ونفس النوعية عندنا وليبيا والجزائر كيف كيف. بيه الجزائر مثلا الشقيقة الجزائر قادمة أو بدأت في أن بروجي إكستراوردينير أستاذ سعد الصديق، تحليل مياه البحر والهيدروجين الأخضر في نفس العملية وفي نفس المحطة، وبالتالي عصفورين بحجر واحد. صحيح، هنا في هذه صحيح الجزائر يعني عندها محطات كبرى والطاقة الحالية متاعها مرتفعة جدا خلال تحلية مياه البحر. المحطات متاعنا ما زال لهم حاجتين ربما يلزم يدخلوا، أولا الطاقة الشمسية والتخفيف من الكلفة، خاصة إذا كان نعرف أن تحلية الماء تستهلك ما بين 25 إلى 30% يعني من كلفة التحلية هي طاقة، إذا الطاقة الشمسية تولي نخفوا من كلفة الماء. وثانيا الحاجة الجديدة اللي ذكرتها اللي هي اللي يستعملوها بعض الخيان سواء في الجزائر أو في الخليج. الخليج بربي هذه برك نربط ونرجع للخليفة سامحني. الخليج لهنا البعض اللي مشى الغادي وحضرتك سيد العارفين سي سعد صديق يقول لك مياه رائعة جدا هذه المياه المحلية من البحر،
وتقدموا بأشواط كبيرة. السعودية تحدث على نسبة 70% الإمارات تستعمل في زوز تقنيات، بدأت بتقنية تقنية يمكن مش موجودة عنا، عملية كي يبخروه الماء وكل البخار هذاك يولي ماء يستعملوه. هل هذا سبقونا؟ كانوا فكروا خير منا، احنا ما خدمناش على هذه المواضيع سي سعد الصديق، وهل مازال جواب للطرح هذا؟ هو بالنسبة للطرق، شوف الطرق التحلية ثم 3 أو 4 طرق معروفين، لكن المتعارف في العالم بنسبة أكثر من 90% هي ما يعرف بالتناظر العكسي الأسموز أنفيرس، يستعملوا فيه في الخليج ويستعملوا فيه في عدة دول في العالم اللي يستعمل في التحلية الكل. النوعية كما ذكرت وأنا ما ممتاز صحيح وشفتها ما ممتاز جدا بالطبع، هي التحلية التحليل تعطيك ملوحة لأقل من جرام، عبارة كأنها صافية هي تحلية. المهم العملية وأن في الكلفة متاعها، نعطيك مثلا وجبة نتاع السعودية، السعودية تخصص نسبة لا بأس بها اللي ما تقلش عن 25% إذا كان مش غالط، 25% من عائدات البترول تمشي للتحليل. يعني الكلفة ما يخممش الكلفة، يخمم في توفير المادة الأساسية. بالضبط، واضح واضح. نجيك خليفة نختم معك. الشبكة متاع السوناد يقال أنها معناها تضيع حوالي 10-13% من مياهنا، وطاقة استيعاب السدود يقال وقت تصب المطر ياسر طاقة استيعاب السدود نتاج الملوسي معناها والترسبات التاريخية، والتي هي بدورها غير قادرة على استيعاب الماء اللي هو نسبة كبيرة منه يمشي البحر. شوف هو بالنسبة أولا بالنسبة للشبكة السوناد، الشبكة السوناد فيها يعني الوقت الحاضر فيها أكثر من 56,000 كيلومتر. 56,000 كيلومتر وفيهم حوالي النصف اللي عمره أكثر من 30 عام. يتطلب بالطبع صيانة ويتطلب التعهد فيها ضياع صحيح. النسبة العامة متاع الضياع في حدود يعني كلها في حدود 25 أو 26%، يعني هذه ولكن الممكن التحكم فيه لإصلاحه ممكن 10 أو 12%، لأن تعرف في العالم وقت النسبة توصل 85% تعتبر شبكة ممتازة، أما 15% باللي تعمل ما تنجمش تحكم فيهم، وبالتالي فما على الأقل 10 أو 15% اللي هو ممكن يعني التحكم فيهم. التحكم فيهم بفضل يعني الصيانة الدورية، الصيانة الوقائية والصيانة العلاجية، وهذا يرجع للكلفة نتاع الماء مقارنة بالتسعير. وتعرفوا تسعيرة مياه السوناد على الأقل 20 عام التالية ثم كيفاش شهدت بون كبير ما بين تسعيرة يعني تسعيرة البيع والكلفة، خلى وأن الصيانة في وقت من الأوقات كانت يعني بنسبة ضعيفة. نعم، المساج الاخراني مساج نقوله للتوانسة سعد الصديق الوزير الاسبق للفلاحة، اش لازمنا نعمله في دقيقة ناخوها من وقتك ومن وقت سمح لي مروة في دقيقة، اش لازمنا لو بلون داكسيون رابيد الان؟ بلون داكسيون دا رابيد انا حسب رايي اولا يعني مجهود استثنائي لاستكمال المشاريع الجارية، مشاريع التحلية الجارية اولا، ثانيا مجهود وطني يعني اصلاح كل الاعطاب ويعني التقليل والتخفيض من ضياع الماء. ثالثا التوجه نحو استعمال مياه الامطار ولو في المدن، يعني باحداث هكا الفساقي والمواجن راهي عندها انعكاس جيد وجيد جدا. والقانون هذا في بالي التجهيز، خرج القانون في ماي 2018 والسنه هذه تم إدراج إمكانية معناتي إسناد قروض بدون فائض لاستعمال المواجن والفساقي هذه اللي هي مدة إنجازها ما تطلبش وقت كبير، يعني في شهر وشهرين نجم تنجز، لكن الفوائد متاعها هامة وهامة جدا، تخفف على السوناد، تخفف على اللوناس، وتضمن حد أدنى من الكمية الماء المخزونة لكل مواطن. هل نعلن عن انطلاق حالة طوارئ مائية سعد الصديق؟ والله لما حدنا بعيد على مركز القرار، لكن نرى وأن يلزم ننبه الضوء الأصفر كما يقولوا، يلزم نشعلوه للناس كل، ردوا بالكم راهو يلزم واحد أورانجي ولا أحمر الضوء الآن اليوم؟ أنا رأي أورانجي. أورانجي باهي، أنت متفائل. يعطيك الصحة سعد الصديق وزير الفلاحة الأسبق على كل هذه المعطيات. فاصل قصير بعد الاستضافة، وإن شاء الله يعطينا ربي مطرة باهية، وخاصة نحن وداخلين على فترة الأمطار. وشكرا إن شاء الله. شكرا لحضرتك. فاصل قصير وراجعين مع بقية المتابعات. جوهرة
publicité.